آخر أخبار شاروخان. هالنجم غاب عن سينما بوليود لأربع سنوات الأخيرة بعد فيلم زيرو اللي قدمه سنة 2018، لكن الواضح أنه ملك بوليود راح يعود بقوة للشاشة، ففي سنة 2023 راح يتم إصدار ثلاث أفلام من بطولة شاروخان. الأول هو بطن اللي راح يتم إصداره يوم 25 يناير 2023، والثاني هو فيلم جافان اللي راح يتم إصداره يوم 2 يونيو 2023، أما الثالث فهو فيلم دونكي اللي راح يتم إصداره يوم 22 ديسمبر 2023. وكمان شاروخان راح يشارك كضيف شرف في الجزء الثالث لفيلم سلمان خان تايجر، واللي راح يصدر في أبريل 2023. وبعد غياب لفترة طويلة عن الأضواء بسبب الوباء وبعدها بسبب محنة ابن آريان، قرر شاروخان أنه يعود للظهور في الساحة الفنية من خلال صفحته على إنستغرام اللي أصبح بينشر فيها دايما فيديوهات وصور لأفلامه القادمة. وكمان بعد فترة غياب عن عدسات الباباراتزي، صار شاروخان ما بمانع أنه يتم تصويره خلال ظهوره في أماكن كثيرة، وآخر فيديو ظهر فيها النجم كان لحظة عودته هو وأولاده من السفر.